قدمت مدينة أم الفحم مشروعاً فنياً فريداً بعنوان هنا وهناك بمبادرة من صالة العرض للفنون أم الفحم ومديرها سعيد أبو شقرة، ويهدف المشروع لتعزيز الوعي الثقافي والتواصل الفني بين البلدات العربية في البلاد. يتميز هذا المشروع أيضاً باستضافة فنانين من مختلف البلدات في بيوت سكان المدينة، حيث يتم توزيعهم على 9 بيوت واستقبال 5 إلى 6 فنانين في كل بيت. يهدف هذا المشروع إلى تعريف الناس من مختلف البلدات العربية في البلاد بالمعرض الفني الذي يقام في أم الفحم خلال أيام السبت. ونحن عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالسيد سعيد أبو شقرة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. حدثنا أنت من جانبك عن هدف هذا المشروع، مشروع هنا وهناك، وماذا تأمل في تحقيقه من خلال استضافة هذه أو هؤلاء الفنانين في بيوت السكان في أم الفحم؟ يعني طبعا بحب طبعا أقول أنه هذا المشروع هو خامس مشروع بنكون فيه، يعني كل سنتين أو 3 سنين إحنا بنكون مشروع اللي بنوزع الفنانين على باقي البيوت، اللي طبعا البيوت اللي هم مستعدين يفتحوا ساحاتهم وبيوتهم لاستضافة فنانين من أسائر البلاد اللي هم عرب وغير عرب طبعا. والمشروع هذا بنستمر بالتفكير فيه والشغل معه فيه حوالي تقريبا سنة كاملة. احنا بنعرف الفنانين على اصحاب البيوت، بعدين بصير هناك حوار بينهم على الاشياء اللي تعرض في داخل البيوت وكذا. يعني مشروع اللي هو بنفس حد ذاته قيم جدا. وفي الافتتاحية احنا بنعمل هناك مشاريع اللي هي تضم طلاب وتضم النساء في ام الفحم وكذا، لانه انا بقول انه اول شيء الجاليري في ام الفحم قائمة 30 سنة بس ام الجاليري ام الفحم لا تكفي إنها تلبي حاجات كل أم الفحم ولا حتى الوسط العربي كلياته. يعني صحيح. رغم إن إحنا جاليري كبيرة وجاليري معروفة وإلها اسمها وإلها شهرتها، بس مع كل هذا هي لا تكفي. فأنا هناك بدل ما كنا جاليري واحد، في إن أنا على مدة شهرين 10 جاليري، جاليري أم الفحم 9 بيوت في أم الفحم. طب برأيك سيد سعيد، كيف يمكن لهذا المشروع ربما أن يساهم في تعزيز التواصل الثقافي والتفاعل الفني بين البلدات العربية؟ يعني أنتم أيضا يأتوكم زوار من بلدات عربية مجاورة. يعني صحيح بيجونا زوار كمان من خارج البلاد، احنا بيجونا اليوم احنا ام الفحم وجاليري ام الفحم بشجعوا السياحة لام الفحم، لأنه ام الفحم فيها هناك كثير أشياء اللي هي احنا بنحب الناس تشوفها، يعني مناظر ام الفحم وجبال ام الفحم ومناطق الطبيعية الموجودة في ام الفحم، واهل ام الفحم هم فعلا مفخرة لكل انسان بده يجي عندنا يتعرف على ام الفحم من خلال الأشياء الموجودة هنا. فاحنا بنشجع السياحة، ومشان نشجع السياحة ما بصير انه في جاليري في ام الفحم وغيرها فيش شيء. يعني في ام الفحم في كثير أشياء منيحة واحنا بنحاول نطورها. فلما تكون هناك عندك 9 بيوت في ام الفحم غير الجاليري، وبعدين في عندك جبل اسكندر كان يبنوا في متحف هناك وكذا، فام الفحم بتكون زاخرة في الأشياء اللي في المواقع الموجودة فيها. طيب أكيد هذه تجربة فريدة من نوعها، إنه استقبال الفنانين في بيوت السكان. شو الفوائد اللي ممكن يجنيها سكان أم الفحم من تواجد الفنانين في منازلهم وتجربة التعبير الفني المتنوع اللي بيقدموها الفنانين؟ يعني احنا بنحكي عن إنه البيت لما البيت بنفتح ل نعم ومشاركونا في حدث، فإحنا عمليا هنا إحنا أعطينا الأهل البيت إنه بيتكم هو مش مجرد بيت، ممكن يصير هناك كمان إنه يكون جاليري بنفس الوقت. لما إحنا نأخذ البيت والبيت فيه هناك لوحات فنية اللي هم مشترينها، إيش جايب من الحاج وإيش جايب من القدس وإيش جايب من حدث ثاني، فاللوحات اللي إحنا نعرضها هي تتناسق وتتناسب مع الأشياء المعروضة في البيت. فهناك الناس بيطلع بنتيجة إنه بيتهم هو كمان محطة فنية ممكن تكون صحيح. اللي هم لازم يطوروها، غير هيك الجيران بيجوا والأولاد بيجوا طلاب المدارس بيجوا، فبصير البيت اللي كان مجرد بيت اللي هو يأوي ناس والناس بفوتوا عليه كأنه هو فعلا السكر تبعهم، بنفس الوقت ممكن يكون محطة إعجاب عند كثير من الناس لما هم بحطوا فيه شوية جهد. والبعض اللوحات الفنية اللي هي تسهم إنه البيت هذا يتحول من مجرد بيت لأفراد العيلة لحالها لبيت اللي بيجوا عليه الجيران وبيجوا عليه بيت الناس فني يعني. طب باعتقادك سيد سعيد، هل فعلا استطعتم من خلال هذا المعرض أن تسلطوا الضوء على الوجه الثقافي لهذه المدينة، مدينة أم الفحم، بعيدا عن كل أخبار
المجتمع العربي فيما يتعلق بالجريمة والعنف، ما رأيك؟ والله طلع يعني العنف في الوسط العربي هو آفة اللي ما حدا بيقدر يتخلص منها، وفي الحقيقة هو بيخرب عليها كثير. يعني صحيح، يعني لما نكون بالصبحيات أو نسمع إنه فلان انقتل في أم الفحم، يعني إحنا نشعر في خيبة أمل كبيرة، والناس اللي بدهم يجوا على أم الفحم بشعر بخوف يصفوت على أم الفحم. يعني رغم أنها أم الفحم مدينة آمنة، يعني أنا بعدها مدينة آمنة وأهلها متزين، بس خبر من هالنوع الصائقة على اللي بدهم يجوا وعلى اللي بدهم يضيفوا كمان. يعني بقول لك انه هناك بصير تراجع في نسبة كبير في نسبة الناس اللي بتيجي على ابن الفحم. نعم سيد سعيد ابو شقره، يعني سررت جدا بالحديث معك، واسمح لي ان اشكرك جزيل الشكر وان احيي جهودك الثقافية والفنية بايصال الوجه المشرق لمدينة ام الفحم. شكرا جزيلا لك. مشكور كثير، الله يسعدك، شكرا لك.